تستعد إمارة الشارقة وتحديدا مسرح المجاز لاستضافة أولى سهرات برنامج منشد الشارقة، وفيها سيتنافس 17 منشدا. التفاصيل في سياق تقريرنا التالي. الجمعة 4 ديسمبر هو موعد لأولى السهرات الفنية لأضخم إنتاج عربي في عالم الإنشاد، وهو منشد الشارقة، حيث سيكون جمهور الإمارات على موعد مع المنشد حمود الخضر الذي سيكون ضيف السهرة الأولى من البرنامج، ليفتح الباب للجمهور أينما كانوا لحضور السهرة الأولى المجانية، وذلك في 8 مساء في مسرح المجاز في الشارقة. لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك، الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك، هدي وارتاح ثابر واطمح من حقك بس بلاش العين. 16 منشدا من مختلف أنحاء العالم، كلهم كانوا خلاصة تصفيات طويلة وشاقة جرت في بلدانهم، ليتنافسوا فيما بينهم في مسرح المجاز، وتبدأ المنافسات لاختيار منشد الشارقة للعام 2015 من خلال لجنة تحكيم تضم نجوما في عالم الفن العربي. ابتداء من الجمعة القادمة سيكون المنشدون أمام تحد كبير لإرضاء جمهور الشارقة المتذوق للفن الإنشادي، ليكون الموعد بعدها في سهرات أخرى سيحييها كل من المنشد الإماراتي أحمد بوخاطر والمنشد التونسي لطفي بوشناق. وفي السهرة الأخيرة التي تشهد الإعلان عن الفائز سيكون المنشد ماهر زين، كلهم سيتجمعوا بصوت واحد لينشدوا من الشارقة للعالم أجمع. وللحديث أكثر حول سهرات برنامج منشد الشارقة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام. أهلا بكم معنا دكتور خالد، ونبدأ حول الاستعدادات الخاصة. حياك الله أخي عبد السلام، ما قصرتوا، شكرا على الاستضافة هذه. وفي البداية طبعا أحب أن أهني دولة الإمارات قيادة وشعبا بهذا اليوم، اليوم الوطني 44 الذي نرجو إن شاء الله يتكرر في أعوام قادمة مديدة إن شاء الله. نعم، 8 سنوات منذ انطلاق منشد الشارقة، إلى أين وصل هذا البرنامج من أهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لمنشد الشارقة لله الحمد يعني في كل عام يثبت نجاحه واستمراريته هذه للسنوات السبع الماضية، والسنة هذه السنة الثامنة أو الموسم الثامن. لله الحمد يعني ما جاءت إلا بفضل طبعا الجهود التي تبذل من قبل فرق العمل كلها في المؤسسة لإظهار هذا الفن الهادف بشكل جميل، تقبله لله الحمد يعني جمهور عريض من المشاهدين ومتابعين هذا الفن سواء كانوا في داخل الدولة أو خارج الدولة. فلله الحمد يعني المواسم الماضية عدنا منشدين أصبحوا من بعد مشاركتهم في منشد الشارقة أصبحوا من المنشدين الكبار لله الحمد. فإن شاء الله هذه السنة أو هذا الموسم كذلك يعني الأصوات المشاركة في سابقة راح تكون أصوات مميزة، نعد الجمهور أنهم وطبعا هم شافوا من خلال الحلقات الماضية للبرامج التهيئة للمسابقة النهائية هذه شاهدوا أن الأصوات قوية بالفعل، وإن شاء الله نشاهدهم على مسرح المجاز ابتداء من يوم الجمعة إن شاء الله. نعم. سعادة الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، شكرا جزيلا لك.